السلام عليكم. طولي بالك يا يوسف، جايين نحكي كلمتين. ما عاد في شيء ينحكى بعد اللي صار. نوب، خلصنا. شوفي صدري شلون صار. شو صار فيكي؟ ما عليك شيء؟ شو عملنا؟ حبينا نساعد السيد الوالد بهالارشيد، ايش كفرنا؟ ايه كفرتي. كفرتي لما اعطيتيني اياهم غصبا عني، خربتي بيتي. لا حين نموت دخيلك، كلياتها يومين وببلبل قلبه بهالمصاري وبرجعك وبحطك على راسه. لا ما لك انت من انت صايره وقحه هيك؟ ها وقحه؟ يوه لا 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 انا وقحه.